سيدي بالعزام أخويا. مخاوف وتحذيرات من ارتفاع معدل الجريمة في العراق، فالجرائم الجنائية باتت تسجل بشكل شبه يومي وسط انفلات أمني واضح وغياب لسلطة الدولة مقابل نفوذ الميليشيات التي تسيطر فعليا على البلاد. المحافظات العراقية تسجل تصاعدا ملحوظا في الجرائم الجنائية التي طالت أساتذة جامعيين وقضاة وموظفين حكوميين. قبل أيام قتل عميد كلية القانون وأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين في أربيل على يد أحد الطلاب. وفي بداية الشهر الجاري عثرت الأجهزة الأمنية على جثة أستاذ جامعي بكلية طب الأسنان في جامعة بابل مرمية على طريق كربلاء بعد خطفه بساعات. دائرة الطب العدلي في العراق كانت قد أعلنت مطلع الشهر الماضي تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة بحوادث قتل جنائية. السنوات الماضية سجلت ارتفاعا غير مسبوق بأعداد جرائم القتل ليتراوح بين 4000 و5000 جريمة، وبنسبة سنوية بلغت أكثر من 11.5% لكل 100,000 نسمة بحسب وزارة الداخلية. قد يكون ظاهر الجرائم جنائيا كما تسميها الحكومة، إلا أن منظمات وجهات مستقلة تشكك بوصف الحكومة وتؤكد أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم تحمل دوافع إرهابية بالنظر إلى ضحايا تشرين وغيرهم ممن قتلوا برصاص الحكومة والميليشيات. ويعد الواقع السياسي وما نتج عنه من بطالة وفقر وانفلات أمني ناهيك عن استمرار الصراع بين مختلف الكتل السياسية والأحزاب من أهم أسباب ارتفاع معدلات جرائم القتل في العراق، إضافة إلى عدم محاسبة المتورطين بهذه الجرائم من أولئك المحسوبين على الميليشيات وأحزابها. ويحدث في العراق أن تجوب سيارة مكشوفة بجثث مجهولة الهوية شوارع بابل بعد بقائها لأكثر من عام في الطب العدلي وتسليمها لمتعهد الدفن.